أما ولاية الأشخاص وبراءتهم هي المحبة أو البغض لشخص معين على سبيل الخصوص لوفائه بدين الله تعالى وطاعته له، أو لعصيانه ومخالفة دين الله تعالى. وولاية الأشخاص وبراءة الأشخاص قسمان، أولهما ولاية وبراءة الحقيقة، وثانيهما ولاية وبراءة الظاهر. نعم، الآن نأتي إلى ولاية الأشخاص، ولاية الأعيان. هذه أن ينهض نص شرعي على سلامة ونجاة وفوز وفلاح شخص جاء كذلك في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذه ولاية الأشخاص هو الحب والطاعة، الحب والرضا عن شخص بعينه بسبب طاعته. والبراءة، براءة الأشخاص هي البغض لشخص بعينه، قامت الأدلة على ذلك. هذه الولاية والبراءة تنقسم إلى قسمين: ولاية وبراءة الحقيقة، وهنا ولاية وبراءة الظهر. ولاية وبراءة الحقيقة هي أن يأتي نص يخبرنا بحقيقة هذا الإنسان يوم القيامة، أن يأتي نص من كتاب الله أن فلانا من أهل الجنة، أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة أن فلانا من أهل الجنة هم السعداء، أو يأتينا نص من كتاب الله تبارك وتعالى أن فلانا من أهل النار، ويأتينا نص من كتاب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة أن فلانا من أهل النار، أخبر الله تبارك وتعالى نبيه بذلك فأخبرنا نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك وتواتر عنه ذلك. أما أن يكون على سبيل الآحاد فلا نستطيع أن نقطع بذلك. فهذه حقيقة، ولاية حقيقة، أي حقيقته، أي حقيقة حاله يوم القيامة، حقيقة حاله يوم القيامة، واضح؟ فلهذا عندما نتولاه نتولاه على هذه الحقيقة التي ذكرها الله تبارك وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وعندما نتبرأ منه نتبرأ على هذه الحقيقة التي أخبرنا بها الله تبارك وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، واضح؟ فإذا نحن نتولى ونتبرأ على حقيقة بلغتنا عنه عن طريق كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر. أما الظاهر فليست هنالك، يعني ليست هنالك نصوص تخبرنا عن هذا الإنسان، فهذا الظاهر، ولاية الظاهر وبراءة الظاهر كذلك هنا ما يظهر لنا، ما يظهر لنا ولاية الظاهر كذلك كيف تكون؟ تكون بالمعاينة، أو الشهادة، شهادة العدول، أو الشهرة. إما أني أعاين صلاحه، أراه إنسان معي في زماني في عهدي، أشوفه أراه صالحا ملتزما بدين الله، فهذا معاينة على الظاهر.
هل مطالب مني أني أبحث عن سره؟ لا، أراه هكذا ملتزم بدين الله، يقول الحق ويعمل بالحق فأتولى، أو يشهد شاهدين عدلين على فلان ما أنا لا أراه، كان قبلي، كيف فلان؟ قال هذا عدل، اتفق على أنه عدل، ففي هذه الحالة أتولى، أو يشتهر عند الناس، يشتهر عند الناس صلاحه، يشتهر عند الناس صلاحه، ففي هذه الحالة أتولاه بهذه الشهرة. أما البراءة فتكون بالمعاينة أو الإقرار أو الشهادة أو الشهرة. أضفنا هنا إن ماذا؟ إما أني أراه المعاينة، إما أني أراه الإقرار، يقر أمامي، يقر على نفسه، يعترف بارتكاب الكبيرة، اعتراف المتكبر ليس النادم المنكسر، الطالب للفتوى أو الطالب للحل أو العلاج، لا، هذا يعترف، هو شامخ يتفاخر، أنا أفعل كذا كذا. وإما أن يكون الشهادة، يشهد شاهدين عدلين على أن هذا من أهل الفسق عياذا بالله، فاسق ضال عاصي مرتكب كبيرة فاجر. وإما أن يشتهر فجوره عند الناس، لا يسمع الإنسان ما لا يسمع الإنسان الناس اسمه إلا ويربط بالفجور والعصيان، واضح هذا؟ هذا على حسب الظاهر. سنفصل الآن في الشهادة بمشيئة الله تعالى كيف تكون هذه الشهادة. نعم. نعم. صار كل هذا ما يخلو الإنسان إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال؟ يقول من رأينا منه خيرا قلنا فيه خيرا، اعتقدنا فيه خيرا وقلنا فيه خيرا وتوليناه، ومن رأينا منه شرا اعتقدنا فيه شرا ظننا فيه سوءا وقلنا فيه شرا وتبرأنا منه. إذن معاين، هكذا هو الحال في المعاين. الإقرار كذلك، أن يقر هذا الإنسان، يأتي هذا الإنسان يقر بالكبيرة، يرتكب الكبيرة، الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وهذا الإنسان يأتي ويقول أنا فعلت هذا، أنا معي هذا. إنزين، هذا قال أعرف ذلك، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا الحق، إن كان هذا هو الحق من عند، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. المعاينة، الإقرار، الشهادة، أن يشهد شهادة، أن يشهد عليه الناس، فشهادة الخلق يعني فأعين كما يقال الخلق هم أعين الحق،
والشهرة يشتهر عن هذا الإنسان. نعم 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 هذا كتاب ما عليك شيء. ولاية الظاهر الولاية والبراءة كما قلنا لا تغير لا تؤثر على هذا الإنسان إن اختلفت بعد ذلك. أنت الآن تتولى إنسانا صالحا تتولى، هل تعلم ماذا يفعل في السر؟ إذن ما تسأل عنه. أنا أتولاه للظاهر، سميه ولاية وبراءة الظاهر. طيب هذا الإنسان الذي تتبرأ منه وهذا الإنسان كان قد تاب إلى الله وأنت باقي على براءته، هو في الولاية بالجملة، هو داخل، هو وليك في الجملة، لكن في الظاهر أنت تتبرأ منه لأنك ترى منه، لكن هل تاب؟ لا علم لك بذلك، تبقى أنت على البراءة، لكن هل يضره ذلك؟ ضربنا مثالا عن أمير المؤمنين عمر، كيف كان الناس الذين كانوا ماتوا على عداوة عمر؟ هل تضره؟ لا تضره، أنه تاب وحسنت وأسلم وحسن إسلامه، ومن كعمر في إسلامه وفي إيمانه.